إني إذا ما ذكرت ربي أهتز شوقا إلى لقاه، طابت حياتي وضاء قلبي بذكر ربي جل ثناه. وشيخ أبو مدين شعيب بن الحسين الأندلسي المكنى بأبي مدين الغوث، فقيه وشاعر ولد في قانطيانة بإشبيلية، حفظ القرآن وهو يرعى الغنم لأهله، كان فتى كثير التأمل شغوفا بالعبادة. حين شب ارتحل لبلاد المغرب طلبا للعلم، متنقلا بين المدن المغربية سبتة وطنجة بالشمال، اشتغل مع الصيادين ثم ارتحل جنوبا إلى مراكش وانخرط في سلك الجندية قبل أن يقصد فاس لمجالسة العلماء والشيوخ. في رحلته إلى الحج التقى بالعلماء والزهاد، من بينهم الشيخ عبد القادر الجيلاني مؤسس الطريقة القادرية. بعد الحج استقر في بجاية شرق الجزائر، التف حوله طلبة العلم وتخرج على يده مئات التلاميذ، حتى بات يكنى بشيخ مشايخ الإسلام إمام العباد والزهاد. في تلك الأثناء انطلقت حملة صلاح الدين الأيوبي لتحرير بيت المقدس من الصليبيين. عزم الشيخ على السير مع تلاميذه من مدينة بجاية لنصرته في معركة تحرير القدس. ساروا حتى بلغوا معسكر القائد الأيوبي فرحب بهم وألحقهم بجيشه، فاستبسلوا في القتال في معركة حطين الشهيرة. انتصر المسلمون وفتحت أبواب القدس. عرفانا لهم أوقف لهم صلاح الدين وقفية امتدت من باب المغاربة حتى باب السلسلة، ومزارع وبيوتا في قرية عين كارم. وأوقف أبو مدين سكنا للوافدين من المغرب الإسلامي، سمي زاوية سيدي بو مدين الغوث. سئل صلاح الدين عن سبب إسكان المغاربة عند السور الغربي للمسجد الأقصى، وهي منطقة سهلية يمكن أن يعود منها الصليبيون مجددا، فأجاب: أسكنت هناك من يثبتون في البر ويبطشون في البحر، من أستأمنهم على هذا المسجد العظيم وهذه المدينة. عاود الشيخ الحنين لبجاية والتدريس، فقفل راجعا إليها واستأنف التعليم والوعظ في جامع البلدة. كثر أتباعه ومريدوه وذاع صيته في الآفاق، حتى بلغ الخليفة الموحدي يعقوب المنصور بمراكش فدعاه للقدوم عليه. وفي الطريق إليه مرض أبو مدين وتوفي في تلة العباد بتلمسان. خلف أبو مدين مؤلفات كثيرة، منها أنس الوحيد ونزهة المريد، من مقولاته المأثورة عن الطريق إلى الله: من اشتغل بطلب الدنيا ابتلي فيها بالذل.